المبلغ كم هو؟ أنت ما أنت ماخذ له 100,000 أوكي يلا. لا لا ليه ما إيش قاصرين فيني يا حمد هادي؟ مو بقاصر فيك شيء، لكن ليالي العيد تبين من عصاريها، ريجي شدوا حيلهم بداية البرنامج. قصدك مادية؟ لا مو مادية. مستوى ما طوفوا ولا فقرات، شدوا حيلهم. ما رادوا. إيش الطالب المنتظم؟ ما رادوا. والطالب اللي سايقها. يعني أنت الحين أنت منتظم أكثر مني؟ لا لا أنا ما منهم. والله ما منهم. أنا أتكلم لك عن ضاحي، عن سلطان الميري، عن مشعل، عن عبد الله الشهيب. تونا نتكلم المغرب. حم مثلهم يا في ذمتك. حم مثلهم. عبد الله في ذمك حمد لا والله ما حمد لهم لا والله ما حمد بس تقدر تنافس ايه بالنافس حين انا قلت انا قلت خرج بالرياض بالمبالغ الماليه تقلب ذي كلها تخليهم لك 75% ما هي بتحول نتيجه كامله وش 75% 75% هي الماديه والله ولا 50 ايش دون تحولها كامله صدق انا اللي جاني يمكن ذا حرض الارض فقرات واجي انا انك مبلغ ما نكبر والله تو ما اعلنوا اليه انا والله يا اخواني انا ما اتوقع هدفي نجم المسرح هو افضل ممثل والله تستاهل يا رجال انا دحم والله يشرفني انت دحم اشهد ان هدفي ما هو بمركز ولا هدفي نجم اسبوع ولا نجم جمهور هدفي اني اطلع من نية بخير واني بشيء وبذكر طيب بذكر طيب بشيء ينفعني بس لا عبد الله الله يخسف لا كان مشارك البرنامج واقع يقسم بيت الله لا لا عبد الله حبيبي عبد الله الهدف ترى الهدف حلو يجمل الهدف حلو حتى لو ما وصلت له حاولت فيه هدفك الاول هدفك افضل ممثل هدفك رايه الوقف القناص الجمهور القناص والرامي ما يرمي بدون هدف نعم اما الهدف الاساسي هم الجمهور اللي جينا عشانهم لو نطلع بدون رمز نكفي الجمهور اللي حوالينا والله يا سيدي ضاحي ما اخذ الجمهور اسمع فرض انا اخذت مركز اول يا حماده ما اخذ الجمهور يمكن انا يعني في البرنامج ارفع الضغط ايه كيف دقيقه انت كيف تتكلم عن الجمهور وش الجمهور اكس يمكن اسلوبي وش الجمهور اللي تتكلم عنه يمكن انا اسلوبي مع اخويا اكس وانا نفسيتي اكس وما اعبر احد انت حماية تكلمني ما اعطيك وجه بس اني ايش منتظم فقرات نقاط أيوة. ما تفك كذنها من عندي وادفع مبالغ وخيت الاول ما كسبت اخوياك ولا كسبت جمهور تحصل الله عليك يا ابو عابد صح هذه من المفارغات طيب وش الجمهور اللي يتكلم عنه وش جمهور قناه الواقع طيب جمهور ذكي جدا جمهور بيعطيك حق بقول لك شيء في نص نص بيعطيك حق لا الحين تكلم بشكل عام فيه اكيد فئه مي بعاقة لكن ما انت عامل مع هذه الحين تكلم مع جمهور الواقع اللي يشوف انه يفهمنا وحنا نفهمه جمهور ذكي جدا بيعطيك حقك لكن شلون تحافظ عليه بعد البرنامج لان بعدك بيجي برنامج وبيعطونا حقه مثل ما اعطوك انت حقك نعم بيكون عندهم قائمه باسماء في البرنامج الجديد يهتمون فيها مثل ما حطوك في قائمته في البرنامج سكريبت وحطوك فيها واهتموا فيك. هذه الحياه. فالهدف الاساسي انك شلون تحافظ عليهم، هذا التحدي صح. شلون اجي عبد الله السنه الجايه ان شاء الله القى مشاهداته اكثر، جمهوره اكثر. هذا النجاح. اللي انا بسويه الباقي عليهم اي اما سالفه انك تاخذ الاول خطا، بس هدف لازم يكون عندك هدف. الإنسان بدون هدف سيء جدا انك تعيش بدون هدف كذا انا جالس ما همني شيء اهم شيء لا لك هدف وهدفك انت سامي يا ابو عابد والله العظيم قسما بالله ما حد يدري ايش اللي في خاطرك اني دائما اذا جلسنا نقول عبود كذا بزر صدق انا طفل يا عبود قلبك قلب طفل بزر انا ولا قلبي قلب لا فهمني انت لبيه قلبك قلب طفل حلو هذه صحيح في بعض الخساسه لكن ان شاء الله تتغير مع الايام الخساسه من ناحيه تبقى قلب طفل وهذا انت قاعد تشتمني كل شيء يرضيك كل شيء يسالك حبيب اسولف يسولف معك الواحد ما يخاف عرفت ما يخاف شفت اللي تسولف معه مرتاح مو مثل ذاك اللي كان سلاح انا معشك شو قصدك ما تخاف من رده فعل شو اخبارك ضاحي هذا ضاحي اتوقع بيخرف عقب سنتين هو بيخرف بدري بيخرف هو ذحين ترى عايش في عمره 72 على رقم 22 هو ظهر قاضي لها 10 سنوات في شروره السنه بسنتين